مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو سلطان يسوع على الموت وهي تعتبر حلقة تكملة لموضوع معجزات المسيح وهل معجزات المسيح كانت برهان على أنه إله؟ ورأينا في الحلقة السابقة أن معجزات المسيح هي دليل على أن كل ما قاله يسوع عن نفسه هو حق وصدق واليوم نستكمل معا دراستنا في معجزات المسيح وبالأخص معجزات قيامة الأموات التي صنعها يسوع المسيح له كل المجد فالمسيح أظهر قوته وسلطانه على الموت حينما أقام ابن ييروس وأيضا أقام ابن أرمال اثنين وكذلك العازر خطوط تليفوناتنا مفتوحة وبنرحب بكل مداخلاتكم واستفساراتكم بخصوص موضوع حلقات اليوم سلطان يسوع على الموت تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن معجزات المسيح وهل المعجزات هي دليل على ألوهية المسيح وقلنا أن ألوهية المسيح لا تبنى فقط على معجزات المسيح فالمعجزات هي برهان على كلام المسيح ألوهية المسيح تبنى على ما قاله يسوع المسيح عن نفسه وبعدين اللي بيبرهن لنا على أن كل ما قاله يسوع عن نفسه هو صدق هو حياه المسيح ومعجزاته، سلطانه على الموت، سلطانه على الطبيعه، سلطانه على غفران الخطايا، كل هذه الامور هي تاكيد لان المسيح في كل ما قال عن نفسه هو فعلا حق وصدق. المره اللي فاتت وقفنا عند جزء مهم قوي وهو أن المسيح هو وحده الشخص الذي اعطى تلاميذه سلطان على صنع المعجزات، يعني لما نقرا التاريخ كله ونعرف حتى من 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 بداية من العهد القديم والى العهد الجديد ولما نقرا عن تاريخ الأنبياء وعن تاريخ الآباء وعن وعن تاريخ رجال الله لا نجد أبدا في العهد القديم أو حتى في التاريخ الحديث بالنسبة يعني للـ للـ للأنبياء أو لغيره نجد أنه واحد أعطى سلطان لتلاميذه أنه يقيم مرضى ويشفوا يقيم موتى ويشفوا مرضى ما فيش حاجة زي كده يعني موسى موسى كل العمل وربنا قال له أنت هتموت وأنا أختار بدالك يشوع فجهز يشوع علشان يبقى هو القائد اللي يدخل أرض كنعان بدلا منك والرب أيد يشوع بقوة من عنده أنه كما كنت مع موسى أكون أيضا معك لكن موسى لم يعطي يشوع قوة موسى القوة اللي عنده كان واخدها من الرب كنبي للرب وكقائد معين لخروج شعب إسرائيل من أرض مصر لما نيجي أيضا لأليشع وحكايته مع إليا نعرف إنه أليشع طلب من إليا إنه يكون له ضعفين من روحه لكن من الذي أعطى له هذا الأمر هو شخص الله الله هو الذي أيد أليشع بأيات وعجائب فلم يكن إليا عنده سلطان أن يعطي لأليشع أي نوع من السلطان والقوة أو عمل المعجزات لكن لما نيجي للرب يسوع نجد الحكاية مختلفة. الرب يسوع اعطى تلاميذه يعني هو هو صاحب السلطان لا تستطيع ان تعطي ما لا تملك فلما الرب يسوع اعطى تلاميذه سلطانا على انهم يشفوا مرضى على انهم ينتهروا الارواح الشريره فتخرج بكلمه على انهم يقيموا موتى على المعجزات والايات اللي عملوها تلاميذ الرب هذه عطيه من يسوع المسيح لهم شخصيا هو هو ارسلهم واعطاهم وسم لما كانوا معه ك 12 تلميذ وايضا ك 70 تلميذ وايضا في التكليف الاخير ايضا اعطاهم سلطانا عشان كده لما نيجي مثلا للجزء الدون مهم انه المسيح اعطى تلاميذه سلطان ولا ولا يوجد في التاريخ التاريخ البشري كله انه واحد اعطى لاشخاص لش... انه يصنعوا ايات ومعجزات يقول كده في إنجيل مرقس وأصحاح ثلاثة وفي الأعداد من 13 إلى 14 وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان ها؟ سلطان ده على إيه؟ على شفاء الأمراض واخراج واخراج الشياطين رب يسوع ما قال لهمش له اطلبوا من الله صلوا من الله او اطلبوا من شخص الاب انه يعطيكم سلطان هو نفسه اعطاهم سلطان يعني هنا ويكون لهم سلطان من اين اتى هذا السلطان هذا السلطان اتى من شخص الرب يسوع المسيح نفسه اعطاهم سلطانا على شفاء المرضى واخراج الشياطين فايز. طبعا السلطان الوحيد اللي اعطاه يعني الانبياء الكذبه ومن اتى بعد يسوع المسيح هو سلطان على القتل والذبح والسبايا لكنه ليس سلطان لشفاء وليس سلطان لاخراج الشياطين وايضا في مرقس 6 وفي عدد سبعه قال ودعا الاثنى عشر واعطاهم سلطانا أعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا بهذا السلطان أخرجوا شياطين كثيرة كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم يبقى التلاميذ لما خرجوا هم خرجوا بهذا السلطان السلطان الذي منحهم يسوع المسيح إياه فهذا السلطان أعطاهم بهذا السلطان أعطاهم أن ينتهروا الأرواح النجسة وأعطاهم أيضا أن يشفوا يشفو بكلب المرضى بكلمة وأعطاهم أيضا أن يقيموا الموتى وعشان كده لما نروح إلى سفر أعمال الرسل فيما بعد نجد أنه تلاميذ المسيح صنعوا كل هذه المعجزات باسم يسوع المسيح يعني ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي هذا السلطان أتى من يسوع صاحب السلطان المطلق على المرض وعلى الطبيعة وعلى الموت هو الذي أعطاهم هذا السلطان لما نيجي بقى نشوف أنه التلاميذ لما رجعوا راحوا السبعين واحد والاثناشر أيضا آه فيما آه في قبل يقول الكتاب فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا إيه باسمك شياطين وهنا بيورينا حاجة مهمة جدا الوحيد الذي عنده سلطان على العالم الغير المرئي يعني يعني ممكن لما يكون واحد مثلا ليتس سي واحد ملك ولا واحد ذو سلطان بشري بيمارس سلطانه على العالم المرئي يعني يقول هذا اذهب فيذهب ولهذا ياتي ايه فياتي لكن هنا الرب يسوع بيمارس سلطانه ليس على العالم المرئي فقط لكن ايضا على العالم الغير مرئي على على ابليس على جنوده على الارواح الشريره على مملكه الظلمه العالم الغير مرئي وعشان كده يقول ها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوى العدو ولا يضركم شيء ولكن لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم بل افرحوا بالحري ان اسماءكم كتبت في سفر الحياه اسماءكم كتبت في سفر الحياه. ده بالنسبه لتلاميذ الرب يسوع المسيح. لما نتكلم بقى عن التلاميذ وعن هذه المعجزات وعن مدلولها في حياه التلاميذ. اولا المسيح هو الشخص الوحيد الذي في كل التاريخ البشري اعطى لتلاميذه سلطانا على عمل المعجزات. يعني ما بنقراش عنها في اي كتب ولا نقرا عنها في العهد القديم ولا نقرا عنها في حياه الانبياء، حتى حياه الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، كل هؤلاء ما اعطاهم الرب كان عطيه من الرب لهم. والذين اتوا بعدهم اعطاهم الرب ايضا عطايا، كل واحد اعطاه الرب بحسب بحسب ما يعني يريد ان يستخدمه بهذه العطايا، اما يسوع فأعطى تلاميذه من عنده سلطانا أن يمارسوا سلطان على الموت يمارسوا سلطان على الأرواح الشريرة يمارسوا سلطان على المرض أنه يشفوا كثيرين أنه يخرجوا أرواح كثيرة أنه الشخص الوحيد الذي في كل التاريخ يعطي تلاميذه هذه العطية هو شخص المسيح له كل المجد هذا الأمر لم يفعله من قبل أي نبي او اي شخص او حتى ملاك يعني لو قلنا انه حتى الملائكه عندها قدره فلأنها كارواح ربنا خلقها بقدرات تفوق قدرات البشر لكن هذه الملائكه لا تستطيع ان تعطي للبشر من ذواتها سلطان على انه يصنعوا ايات ومعجزات كمان لما نيجي للجزء ده انه اعطى يسوع لتلاميذه القدره على صنع المعجزات يؤكد او دليل على انه هو مصدرها فاقد الشيء زي ما نقول احنا في المثل بتاعنا فاقد الشيء لا يعطيه فاذا كان المسيح لا يحمل في ذاته لا يحمل في ذاته سلطانا فهو لا يمكن مش ممكن ابدا يعطي لتلاميذه هذا السلطان واذا كان هو معطى سلطانا يعني اذا كان هو مفوض انه يعطى سلطانا أوقات كثيرة لا تستطيع أنك تعطي ما اعطيت يعني يعني هذا السلطان موسى لم يستطع ان يعطي يشوع ما اعطاه الله من قدرات، ولا يشوع استطاع ان يعطي الاباء الذين اتوا من من بعده القضاء وكذلك 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 في 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 الكتاب المقدس وفي تاريخ معاملات الله كله مع مع البشريه، لا نستطيع ان نجد ولا واحد استطاع ان يعطي الاخرين سلطانا على شفاء المرضى. وسلطانا على الأرواح الشريرة وسلطانا على الموت بنروح لأعمال الرسل بقى نجد انه زي التلاميذ بهذه بهذا السلطان استطاعوا انه فعلا يعني باسم يسوع يخرجوا ارواح شريره وباسم يسوع يقيموا وباسم يسوع يصنعوا ايات وعجائب يعني كل ما صنع التلاميذ في اعمال الرسل كان بسلطان الرب يسوع وبسلطان اسم يسوع المسيح فمثلا عندنا معجزه في اعمال ثلاثه واعمال خمسه واعمال تسعه واعمال ايضا عشرين وعندنا معجزتين لإقامة الأموات فعندنا معجزات كثيرة جدا صنعها التلاميذ كل هذه المعجزات كانت باسم يسوع المسيح كانت باسم يسوع المسيح ولمجد يسوع المسيح كلم عن معجزات صنعها الرب يسوع ودليل هذه المعجزات وقلنا أنه كل معجزة من المعجزات لها مدلولها ولها معناها لكن في فيديو حابب أنه قبل ما نكمل الجزء ده وندخل على معجزات إقامة الأموات في جزء أو في فيديو في بعض المغالطات حابب أنه نتفرج عليه وبعدين أتكلم عن, عن هذا الفيديو بالتفصيل الراجل اللي هو رد عليه عينه ده كان تمام. في عباره قالها لو تقدر لو انت تمام. موجوده في انجيل يوحنا دي القصه بعد ما رد ليه بصر. فسالوه في انجيل يوحنا 9 17 وقالوا ماذا تقول والله يا, يا اخي المشاهد والله ما حضرتش الحته دي مع فهو عارف انجيل يوحنا أه يعني الحمد لله 9 17 الدكتور محمد اسلاميات وهو بيتكلم في المسيحيات فالحمد لله شكر شكرا لله نعتبر الغرفتين بتوع الشيخ وسام دورة أكاديمية عظيمة يا رب يقيد لهم رأس مال إسلامي عظيم اللهم يقوم اللهم بإنشاء أكاديمية له. هينفع العالم الإسلامي كثير يا في إنجيل يوحنا 9 17 قال له ماذا ما تقول أنت أنت عنه من حيث أنه فتح هناك فقال إنه نبي الله بنفس اللفظ نعم نفس فقال إنه نبي أنا هعمل معاك حلقة نعم. نخلي الدكتور محمد يكمل وانت جيبها لي لو سمحت من مكان انا واثق منها يا مولانا يوحنا 9 17. معك 19 معاك الانجيل معايا الانجيل طلح ما. لو طلعها لو سمحت طلعها لو سمحت الاخوان هيجيبوها مش اي على مشاكل ده. في انجيل يوحنا الاصحاح محمد جاي معاك يا استاذ محمد والعدد 17 أه. يوحنا 9 17 عايزين حته ان قال له انت النبي دي فقال انه نبي فقال انه نبي لما سالوا الاعمى نعم اتمنى يكونوا المشاهدين شايفينها واضحه امامنا خليه مثبت يا استاذ محمد آه. ماشي خلاص يكفي يكفي كده جزاك نعم الله احسن الله اليكم يا رب كنا في الكنترول متفاعلين ما شاء الله جداً. ربنا يبارك فيك شكرا كل خير خير على رمضان المصور العظيم بتاعنا الله يجازيك خير ربنا يبارك فضل فضل. آه بالنسبه لنكمل موضوع اذا الاعمى قال له انت نبي انت نبي نعم قال له ردت لي عينه قال له أنت نبي الذي اتردت له عينه وطبعا التركيز كله على العبارة اللي قالها المولود أعمى لما تسأل في المجمع قال أنت تقول عنه إيه قال إنه نبي طبعا الكلام ده بيضحكوا بيه على ناس كتير جدا لكن أي واحد بيقرأ الكتاب وبيقرأ القصة دي يعرف أنه اللي بيتقال او اللي اتقال على الفيديو ده ما هو الا كذب وهو انصاف الحقائق وليس كل الحقيقه وانه لو كمل القرايه يعني انا عايزه وسأ... لو كمل القرايه في نفس المعجزه وفي نفس الاصحاح لاكتشف ان يسوع المسيح اعظم من نبي وانا هحاول بس اوريكوا الكذب والخداع اللي اللي بتقال في هذه الفيديوهات وانها فعلا ما هي الا محتوى محتواها كله يعني بروف تكست يعني هو يعني 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 هو عايز بس ياخد كلمه نبي ويثبت بيها انه المسيح هو نبي لكنه الايات الباقيه والنص الباقي حتى من نفس المعجزه هو مش عايز المشاهدين يشوفوه ولا حبب حتى انه يتكلم عنه. قال قالوا ايضا الاعمى لما الاعمى راح المجمع طبعا عشان هو يشوف يوم السبت وحبوا يعرفوا منه مين اللي شفاه خلوا بالكم أنه الأعمى مولود أعمى وهو لم يرى يسوع المسيح يعني يعني هو هو اتلامس بيسوع المسيح يسوع المسيح لمسه لكنه هو ما يعرفش مين ده ما يعرفش الشخص اللي, اللي وقف قدامه كاعمى ولمسه واعطاه البصر قالوا له قالوا للا أيضا الأعمى ماذا تقول أنت عنه من حيث أنه فتح عينك يعني, يعني الشخص اللي فتح عينك ده أنت تقول عنه إيه قال أنه نبي فلم يصدق اليهود عنه أنه كان أعمى فأبصر, فأبصر حتى دعوا أبواه أبوي الذي أبصر هم ما صدقوش أنه كان أعمى وانه العباره اللي قالها دي الى حد ما صدمتهم، فراحوا جابوا ايه؟ جابوا والديه. الكلام بقى بيكمل ونقرا في نفس الاصحاح في عدد 32، يعني احنا الايه اللي ماذا تقول عنه؟ فقال انه نبي في عدد 17، الايه اللي هي موجوده في 32، منذ الظهر لم يسمع ان احد فتح عيني مولود اعمى. لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا ده المولود أعمى بيرد عليهم بعد ما بيقولوا له لا ده ده شخص خاطئ ده شخص كسر الناموس قال لهم احنا عمرنا ما سمعنا منذ الظهر أنه شخص فتح عيني أعمى لو لم يكن هذا من الله لم يقدر أن يفعل شيئا أجابوا وقالوا له في الخطايا ولدت أنت بجملتك وأنت تعلمنا فأخرجوه إيه خارجا ده كانوا بيحكموا جوه المجمع بعد لما قال الكلام دون طردوه بره المجمع وقالوا له اخرج من المجمع بصوا بقى عدد 35 من 35 فسمع يسوع انهم اخرجوه خارجا فوجده وقال له انا عايز الـ 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 الاخوه اللي كانوا في الفيديو يقروا الجزء دون ولو عندهم الجراءه ولو عندهم الامانه أه؟ ولو عندهم الشفافية يقروا بقية القصة ويقدموها للناس وليس فقط عبارة موجودة في البداية ويقولوا أن المسيح مجرد نبي فلما وجدوا ده بقى كلام المسيح الأولاني ده كان كلام الأعمى عنه لأنه لم يتقابل بعد مع المسيح هو مجرد تقابل مع شخص شفع عينه لكن هنا بقى أول لقاء بينه وبين المسيح أول مرة يشوف فيها المسيح اول مره يشوف هو ما يعرفش حتى شكله اول مره المسيح اتى اليه فوجده وقال له اتؤمن بابن الله اتؤمن بايه بابن الله تعرفوها دي آآ آآ في, في يعني في, في القصه ولا لا قريتوها قبل كده في في قصه شفاء الاعمى ولا ما قريتوهاش هذا هو الخداع الاسف الاسلامي اللي بيبنى على على الخداع هو عايز بس يضل المشاهدين فما بيجيبش الحقيقه بيجيب عباره ويجري بيها ويقول اهو اهو المولود اعمى قال عن المسيح يا ريتك تروح يا اللي بتقول عن نفسك اكاديميه انا مش عارف اكاديميتي إيه. يعني يعني دي دي حتى لا ترتقي الى مستوى الكتاب اللي انت بتعمله ده ما يرتقيش الى مستوى الجلسه في كتاب تقعد تتعلم فيه كويس؟ اتؤمن بابن الله؟ المسيح هنا بيقول له اتؤمن بابن الله يعني ايه ابن الله المساوي لله المساوي لله المعادل لله من نفس طبيعه الله الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا انا والاب واحد اتؤمن بابن الله اجاب ذلك وقال من هو يا سيد لاؤمن به يعني أنا مين ده علشان أقدر أؤمن به فقال له يسوع وبتقولوا برضو أن يسوع لم يقل أنه إله آه ودايما تقولوا آه آه فين المسيح قال أنه إله فين المسيح قال أنه هو المسيح أهو واحدة من المرات فقال له من هو سيد لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيت والذي يتكلم معك هو هو اللي بيتكلم معاك ده هو 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 ده المسيح هو ده ابن الله فقال اؤمن يا سيد يبقى المولود اعمى مر بمراحل في ادراكه لشخص المسيح من ضمن هذه المراحل اللي مر بيها انه هو بيفكر انه مش ممكن ابدا يكون شخص شرير عمل هذه المعجزه انه 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 فتح عينيه اعمى مولود اعمى فقال انه اكيد ده نبي وبعدين مرة تانية قال مش ممكن الشخص ده ما يكونش يعني من الله ده أكيد هو من الله للدرجة أنه اليهود تردوا برا المجمع وبعدين وصل إلى المرحلة الثالثة وهي أنه قبل المسيح يسوع ابن الله الكلمة الذي صار جسدا فأؤمن يا سيد والعبارة الأخيرة دي مهمة جدا وسجد له ودي طبعا السجود هنا حتى الكلمة دي كلمة السجود هنا لا تعني التقدير والاحترام لا دي تعني العبادة انه وسجد له سجود العباده، واحنا عارفين انه اليهودي في فكره وفي ايمانه للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد، دي الوصيه العظيمه مش ممكن ابدا يتخلى عنها بدون الادراك انه اللي واقف قدامه ده هو فعلا شخص الرب. تعرفوا دي ولا لا؟ تقدروا تقروا النص دوّا في برنامجكم؟ تقدروا؟ تقدروا تكملوا النص ده يكون عندكم الجراءة والأمانة وتكملوا قراية القصة وتقدموها للناس على أن يسوع المسيح أعلن عن نفسه أنه هو ابن الله وأنه هذا المولود أعمى قبل يسوع لا النبي لكن يسوع ابن الله وسجد له طبعا نكمل مع بعض بس حبيت اوضح انه 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 اوقات يعني مش اوقات كثير ده معظم الاوقات بصراحه معظم الفيديوهات اللي بتهاجم الايمان المسيحي آآ يعني آآ مليانه بالغش وبالخداع ومليانه ايضا بانصاف الحقائق ويمكن مش بس انصاف الحقائق عدم الحقائق اساسا بيبقى موجود فيها معجزات المسيح بقى انا قلت معجزات المسيح بتاكد على انه وحده القادر على أن يعكس ويحول نتائج الخطية من مرض وموت، احنا عارفين أن الموت وكل النتائج الأخرى من مرض وألم دخل إلى العالم نتيجة الخطية فالموت كنتيجه لان اجره الخطيه موت ومع ايضا الخطيه انه جاء بالالم والوجع والعرق والى اخر هذه الامور فبهذا دخل الموت ودخل ايضا الالم والمرض الى العالم. لما جه المسيح بقى في في حياته على الارض المسيح قال انه هو وحده الذي يستطيع ان يعكس تو ريفرس انه انه ياتي بالمضاد انه انه يحول هو يحول الموت الى حياه ويحول المرض الى شفاء المسيح اعلن عن نفسه هذه الامور فالايات والعجائب اللي صنعها المسيح هي تاكيد على ان ما قاله الرب يسوع هو صح وحق. ما نشوف هنا اجره الخطيه هي موت زي ما قلت. و الخطية دخل المرض والالم الى العالم فالخليقه نفسها تئن بسبب الخطيه. المسيح بقى من خلال حياته برهن على انه هو نعم هو وحده الذي يقدر ان يعكس او يبطل هذه النتائج. فالموت المسيح يستطيع ان يبطله والمرض يستطيع المسيح انه يشفيه. والارواح المسيطره على الانسان يستطيع المسيح ان ينتهرها بكلمه ويحرر الانسان من سلطان ابليس هو وحده الذي يستطيع ان يفعل هذا. نيجي بقى معجزات قيامه الاموات. معجزات قيامه الاموات في حد ذاتها طبعا في معجزات في العهد القديم والتلاميذ ايضا صنعوا معجزات قيامه الاموات. فلما نيجي لمعجزات المسيح معجزات المسيح بتؤكد لنا على أن ما قاله الرب يسوع عن نفسه زي ما قلت هو حق وصدق البعض بيقول طب ايه الفرق بين معجزات ما هو اليشع وايليا اقاموا اموات وبطرس وبوليس اقاموا اموات معنى المسيح لما بتيجي عند معجزات قيامه الاموات تقولوا المسيح أقام الأموات وبرهان لاهوته هو قيامة الأموات إحنا ما إنه أن برهان لاهوت المسيح هو قيامة الأموات لكن بنقول قيامة الأموات هي تأكيد لما قاله المسيح عن نفسه الأول نشوف المسيح قال إيه عن نفسه وبعدين نشوف إزاي المسيح أكد هذا الكلام من خلال معجزاته ومن خلال أيضا آياته التي صنعها المسيح قال في يوحنا خمسه عباره مهمه جدا وتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت. اتكلم على انه هياتي وقت يسمع فيه الاموات صوت يسوع المسيح. فالاموات يقومون فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه. خلوا بالكم هنا بالذات في الجزء ده في يوحنا خمسة ولو بدأنا نقرأ من عدد 24 نعرف أن الرب يسوع بيتكلم عن نوعين من القيامة في قيامة روحية وفي قيامة جسدية إنه إنها تأتي الساعة وهي الآن فيها يسمع الأموات صوت ابن الإنسان فالأموات يحيون وبعدين بيتكلم بقى عن الساعة الثانية أو القيامة الثانية لا تتعجبوا من هذا فإنه تأتي ساعة هنا في ساعة معينة بقى محددة هي ساعة الدينونة ستأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور جميع الذين فين في القبور بمعنى جميع الأموات جميع الذين تحللت أجسادهم جميع الذين ماتوا سواء الموت ماتوا امبارح قبل الدينونه بيوم ولا قبل الدينونه بساعه ولا قبل الدينونه بالاف السنين هيسمع جميع الذين في القبور صوته صوت ابن الانسان صوت يسوع المسيح كويس فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات الى قيامه الدينونه وهنا بنقف قدام كلام المسيح ونتساءل افترض ان انت بتسمع الكلام ده لاول مره واحد واقف وبيقول انه هتاتي ساعه انا فيها هنادي على جميع الذين في القبور فيخرج الذين عملوا الصالحات الى قيامه الحياه والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. وأنت بتسمع الكلام ده من هذا الشخص أو من هذا القائل لابد إن أنت تتساءل هل الشخص ده طبيعي؟ هو طبيعي لأنه معروف إن الدينونة دي وحدها هي لله هو ديان الأرض كلها. أديان كل الأرض إبراهيم قال كده أنه ديان كل الأرض هو الديان فهل الشخص القائل لهذه العبارة هو هو شخص طبيعي ولا ممكن يكون الشخص ده بيهلوس ولا ممكن يكون الشخص ده بيكذب بيدعي أمور ليست في ذاته بيقول عن نفسه حاجات مش موجودة في شخصيته وهل الشخص ده بيجدف لإنه بيقول عن نفسه إنه هو الله اللي هيدين؟ وبعدين الأسئلة الثانية إيه اللي يثبت لنا لو الشخص ده مش بيكذب؟ ولو شخص دون صادق ولو شخص دون فعلا يعني إنسان عاقل وله مكانته والناس بتسمع له وله احترامه عند الناس كل ده موجود هيجي سؤال آخر طب إيه اللي يأكد لي أنا كمستمع أن ما قاله هذا الشخص عن نفسه حق وصدق ما الذي يؤكد لي انا كمستمع ان هذا الشخص في كل ما يقوله عن القيامه وانه سياتي ساعه فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته انه يقدر يعملها انه يقدر يعملها انه عنده القدره على فعلها هنا بتاتي معجزات القيامه فمعجزات القيامه في حد ذاتها هي تاكيد لما قاله يسوع عن نفسه. انا هو القيامه والحياه. يعني ايه؟ اللي ياكد لنا ان انت القيامه والحياه. ما الذي يبرهن على ذلك؟ ايه البرهان والدليل؟ ماذا تقدم لنا من ادله على انك فعلا القيامه والحياه؟ انا بكلم عن هنا الرب يسوع قبل قبل حتى حادثه قيامته هو من بين الاموات اللي هي تاكيد عظيم كان بكلم عن عن خلال حياته والناس بتسمع هذه العبارات منه انه بيقول عن نفسه الكلام ده فده بيخليني اجي انا واقول طب اوكي هفترض ان انت بتقوله ده صح طب هل ممكن تقدم لي الدليل على انه فعلا عندك السلطان على الموت؟ هل فعلا ممكن تقدم لي دليل على انك بكلمه تستطيع ان تخرج من في القبور؟ هل فعلا تستطيع ان انت بكلمه تنتهر الموت وتخرج اموات من قبورهم؟ طيب اكمل ناخد مكالمه وبعدين نكمل كلامنا في هذا الامر. آه، الاخ زيتوني. هلا وسهلا دكتور عزمي. أهلا وسهلا يا أخ زيتوني. عايش خبيث. بالله يا أخي عزمي أترك من الإسلام، بالله عندما تتكلم تتكلم عن عن المسيحية. أولاً تقول أن يسوع قد أعطى للتلاميذ سلطانا. كيف أعطاهم سلطان وهم الذين عرضوا. نقلة في يوحنا يوحنا 18 وذلك وسمعان بطرس كان واقفا يصلي فقال فقالوا له ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذلك وقال ألست أنا. طيب. قال واحد من من اوكي انا 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 هاخد الكلام بتاعك ده بس انا عندي سؤال لحضرتك. احنا لو لو هتتصل بيا يبقى لازم يبقى في بيني وبينك حوار. نتفق على كده؟ اخ زيتوني. الأخ زيتوني معانا ولا الخط قطع؟ أخ زيتوني سامعني؟ أخ زيتوني طيب أولًا أنت بتقول إنه بطرس أنكر المسيح كويس وبتستند على هذا من خلال إنجيل يوحنا وأصحاح 18 وأنا موافقك وأنا موافقك بس نفس الإنجيل ونفس الأناجيل اللي اتكلمت عن إنكار بطرس اتكلمت أيضا عن يسوع الذي أعطى لتلاميذه سلطان ليس معناه أنه أعطاهم سلطان أن هم صاروا يعني آآ آآ بلا, بلا خوف ولا بلا ضعفات كويس لكن حتى هم بشر كان فيهم ضعفات والرب يسوع عندما اختارهم اختار هؤلاء بضعفاتهم لكن الحقيقه اللي مش ممكن ابدا تنكرها يا اخ زيتوني هو ان المسيح اعطاهم سلطانا ومن نفس الانجيل والاناجيل التي بها تستند على ان هو بطرس انكر المسيح نفس الاناجيل ايضا بتقول لنا ان المسيح اعطاهم سلطان وان هم خرجوا مبشرين وان هم كرزوا بالكلمه وشافوا مرضى واقاموا موتى وفي يوم الخمسين لما حل عليهم الروح القدس في الرسل بطرس هذا اللي كان جبان وانكر المسيح هو وحده الذي تحدى اليهود ووقف وقال لهم ان انتم صلبتموه وان انتم ايضا أسلمتموه وأنه قاد كثيرين للمسيح آآ 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 آمنوا بالمسيح من خلال حياته من خلال كلامه وصنع معجزات كثيرة في سفر أعمال الرسل لكن الحقيقة اللي أنا بأكدها أنه رسول الإسلام لم يستطع أن يعطي أتباعه إلا وصية القتل والذبح اما المسيح فاعطاهم وصايا لخير البشر واعطاهم مش بس كده اعطاهم سلطانا ليمارسوا امورا في خير البشر طيب اكمل انا يعني انا انا حابب الاخ زيتوني انه في كل مره يتكلم بس يعني يديني فرصه ان احنا نبقى في بين بينه وبينه حوار آه لانه هذا بيثري الموضوع ويخلينا نتكلم من اكثر من زاويه فيه. طيب لما اتكلم بقى عن قيامه المسيح عن المعجزات التي صنعها الرب يسوع في انه اقام موته. الحقيقه اللي انا عايز حضراتكم دايما تبقوا آه واثقين منها أن لاهوت المسيح مبني على ما قاله الرب يسوع وأن الآيات اللي صنعها الرب يسوع هي بتؤكد مصداقية يسوع المسيح فعشان كده لما بنتكلم عن معجزات قيامة الأموات تم إليشع أقام وإلي أقام كويس ليه 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 شعوا لي مش عليها طب بولس اقام وبطرس اقام ليه بطرس وبولس ليسوا ليسوا اله لأن كل واحد منهم لم يدعي لم يقل انه اله لم يقل انه الله الذي ظهر في الجسد وكان كل معجزاتهم وكل اعمالهم التي يصنعوها كانوا يصنعوها بطلب من الله ان يصنعها وتكلم عن الجزء ده وحتى تلاميذ المسيح كانوا بيصنعوا الايات باسم يسوع المسيح اما يسوع المسيح فقال عن نفسه انه هو الديان قال عن نفسه انه هو الديان طيب انت هتدين وانت هتقيم يعني لو انت هتقيم الموتى اللي ياكد لي وانا بسمعك النهارده وده يعني بيتكلم على طبعا تلاميذ المسيح والذين كانوا يسمعون المسيح ماذا يؤكد لي ان ما تقول عن نفسك فانه ستاتي ساعه ويسمع فيها الذين في جميع الذين في القبور صوتك فيخرج الذين فعلوا الصالحات الى الحياه الابديه والذين فعلوا السيئات الى قيامه الدينونه اللي يؤكد لي ان انت صادق فيما تقول وانه عندك القدره انك تعمل كده بتيجي بتيجي هنا معجزات الرب يسوع طب ناخد مكالمة أخرى الأخ جورج من كندا ألو ألو سلام الرب يسوع سلام الرب يسوع معاك مين عم بيحكي معي؟ معك الدكتور أشرف أخي أشرف سلام ما كنت أعرف أنه وصلوني للاستوديو يا أهلا وسهلا بحضرتك سلام مجد لله في الأعالي وعلى الارض السلام وبين الناس المسره امين I mean. دكتور اشرف اعتقد عمليه ال تجسد الله في الرب يسوع في في جسد يسوع ونزوله الى الارض كما قال الرسول لمسناه بيدنا yes. وراته عينها عيننا hmm. وسمعته اعتقد كما قال الرب يسوع قال اذا لم يكن من الروح القدس لا يمكن للانسان ان يؤمن لانه العقل البشري الدكتور اشرف أه يتحكم ويفكر بعقل وبطريقه بشريه وليس بطريقه روحانية إلهية آه فمن الصعوبة جدا إذا لم يفتح قلبه ويضع صح. آه التفكير اللي فيه اللي, اللي بيشوفه في أولوية المسيح مم. اللي هو أعظم حتى من المعجزات التي آه كان مثل الشعية وإيليا والأنبياء اللي قبله آه عمل المعجزات آه اللي هو أعظم أعتقد عملية الخلق اللي عملها الرب يسوع عملية الولادة اللي ولدها بدون تدخل بشري وانما كان الروح القدس الالهي العملية التالية هي غفر الخطايا اللي ما في اي انسان واي نبي من قبله استطاع ان يغفر خطايا فهي عملية الولادة وعملية وعملية الغفران وعملية السجود وعملية الخلق اللي خلقها للرجل الذي له ليس له عيون yeah. عندما تفلى وفعل. Mm -hmm. اخي اشرف انا بدي اسالك سؤال دائما بيخطر على بالي يعني الرب يسوع ما اجى هلا نحن كبشر لما يكون انسان كبشر بيجي لعندي وخلينا نكون واقعيين أه وتكلم اغلب الكلمات كانت مباشره وغير مباشره أي. حتى يكون المفهوم البشري انه يستنتج استنتاج كامل mm -hmm. روحي mm -hmm. من خلال اللي يحصل حواليه أيوة. آه لانه في اغلب الاوقات لما قال آه قبل آه ان يكون ابراهيم أيوة. انا أيوة. كان أيوة. قالوا راديو يرجموه يقتلوه مباشره أيوة. لكلمة واحده صح وعده مرات حصل هالشيء هذا م. فهو الرب يسوع اعتقد كان يريد يتجنب الامور هاي ويتمد عمليه بس عمليه قتال وطبعا هو يعرف الامر الاتي بز... لابد منه للصوت صح, صح. آه فأخواننا المسلمين أعتقد أنه دائما يقول لك يركز على الشيء الذي أراه وألمسه بعيني الآن مم. أو ماذا قال أو هو قال أنا, أنا طبعا قال عدة مرات قال أيوه. في لوكا قال في جون أه؟ في عدة تحلات صح فسؤالي, فسؤالي لك أخي أشرف أنه اعتقد انه انه إن الانسان المسلم او الانسان حتى المسيحي الذي لا يستطيع ان يستوعب عمليه الالوهيه التجسديه مثل ما يقول تجسد الله في, أيه. في 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 البشر انه انه يصلوا يفتحوا قلبه امين امين بس انا yeah. بدي اسالك سؤال اخي او دكتور اشرف لما كان الرب يسوع ياتي الى العالم اجمع ويقول ماذا تريدنا ان نفعل؟ طبعا مم. في عده استنتاجيات انه كان يقول انه انه الانسان لازم يطلب من نفسه شو بده من الله حتى أيه. يستجيب له كمان مم. مو بس انه الله ايوه يقوم بمباشرة مباشره مم. الشيء الثاني اللي عم بساله دائما وسالت في كل صلاه انه يا رب يا يسوع بعدين عده عده محلات لما يقول الرب يسوع انه انه حتى لما اقام لهذا قال حتى لو اريد طبعا الاستنتاجيه ما كانت في بعض يقول لها لعازر في احد الرسل ان اريد اريد ان يقطع حيا الى ان اتي ثانيه طبعا يا. استنتاجيات دراميه على بطرس ايوه يوحنا صح مضبوط سو so اللي اريد اقوله انه لما كان يجي يقول لنا من خلال صلاتي الرب يسوع وكانه بالروح القدس يقول لي هو كان يريد استنتاج روحي من العالم انه يقولوا له اشفني روحيا قبل ان تشفي تشفني yeah. جسديا وما حصل باي عمليه معجزه yeah. فسؤالي لك انه اليس هذا هو الهدف mm. ان نكون روحيا صح. شافين قبل ان نكون لأن الجسد رح ينتهي لوقت لو حين قصير وانتهى حتى لو كان مرضان بالسرطان او باي مرض yeah. انا انا بتأيدني بهالشيء اخي طبعا أشرف. طبعا يعني اؤيدك أو اولا اشكرك على على مداخلتك وعلى تليفونك وأيدك أه طبعاً إنه إنه أعظم معجزة أه وأكثر معجزة اهتم بها الله أن يصنعها في حياتنا وما زال يصنعها إلى يومنا هذا هو إنه يشفينا روحياً من الخطية ومن سلطان الخطية وإنه لإنه الشفاء الروحي الذي يصنعه الرب هو ده اللي هيدوم معانا إلى الأبد الجسد الجسد هي هيأتي وقت ويموت حتى إذا إذا شفي هيأتي وقته ويموت يعني العازر الآن مات ابن أرملة نايين مات ابنة ييروس ماتت إنما الذي لا يموت عشان كده رب يسوع قال من آمن بي هنا الإيمان بالرب يسوع هو أعظم معجزة، من آمن به ولو مات جسدياً لكنه هو حي مع المسيح إلى الأبد ودي أهم حاجة، أهم شيء ممكن تختبره على هذه الأرض يؤثر في أرضيتك ويؤثر في أبديتك التي هي لا تقارن بالأرض أبداً من حيث الزمن هو قبول الشخص ليسوع المسيح. دي حقيقة والرب يسوع على أجل هذا جاء لكي يكون لنا حياة وليكون لنا أفضل هذه الحياة وهذه الحياة الأفضل هي في شخص يسوع المسيح وفي تغيير القلب الذي يصنعه يسوع المسيح في الحياة ومن أجل هذا مات المسيح لا لكي نهلك بل لكي نخلص بموته وبقيامته أشكرك يا أخ جورج وصلي فعلا للأخ زيتوني والأجل كل المشاهدين أنه يكونوا اختبروا نعمة المسيح المغيرة لأن هذه هي التي تضمن لهم أنه يولدوا في أسرة الله وبالتالي يكون لهم حياة أبدية بالإيمان بيسوع المسيح طيب ارجع للجزء ده وهو مهم جدا، كيف بقى نتاكد زي ما قلت انه المسيح قال عن نفسه ان هو هياتي ويدين وهياتي وينادر الذين في القبور فيخرج جميع الذين في القبور، جميع الذين في القبور في كل مكان وفي كل زمان ها؟ فيخرج هؤلاء الى الحياه الابديه الى قيامه الحياه او الى اذا كانوا اشرار الى قيامه الدينونه. كيف نتأكد من أن المسيح فعلا صادق في كلامه؟ وده السؤال المهم يعني ده السؤال اللي لازم نسأله وكيف نتأكد من أنه يقدر على فعل هذا؟ يعني هنا بقى بتأتي معجزات القيامة علشان تقول لي وتديني تقول لي ايه؟ معجزات القيامة تيجي تقول لي عارف يسوع الذي أقام ابنة ييروس؟ عارف يسوع الذي أقام؟ ابن أرملة ناين عارف يسوع الذي أقام العازر هو هو نفسه الذي أيضا سيقيم الأحياء و... سيدين الأحياء والأموات وسيقيم كل الأموات من قبورهم كويس هنا بتأتي معجزات القيامة لتبرهن لي صدق يسوع المسيح بتبرهن لي سلطانه على الموت بتبرهن لي أيضا أن الذي استطاع بكلمة أن يخرج العاذر الذي قد أنتن وله في القبر أربعة أيام أن يخرجه من القبر بكلمة العاذر لك أقول قم فيخرج العاذر من قبره بعد أن كان أنتن هو نفسه الذي يستطيع أن يقيم كل الأموات حتى الذين لهم عشرات أو, الأ... أو ألاف السنين في القبور وعشان كده إقامة ابنة ييروس إقامة ابن أرمال اثنين إقامة العازر أنا هو القيامة والحياة في إقامة ابنة ييروس يقول الكتاب وأمسك بيد الصبية وقال لها خلوا بالكم هنا قال لها هذا هو السلطان سلطان المسيح على على الموت وقال لها طليثة قومي الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي وللوقتي الكلمة التي خرجت من فم المسيح أعادت الحياة في نفس اللحظة إلى هذه الشابة صبية التي قد ماتت الكلمة اللي خرجت من فمه أحيت صانع كل الأشياء بكلمة قدرته هو الذي يقول فيفعل هو الذي يأمر فيصير هو مش محتاج أكثر من كده شوفوا أيضا في إقامة ابن أرمالتين ثم تقدم ولمس ولمس النعش مجرد أن يسوع شاف هذه ابن الأرملة وتحنن على على هذه الأرملة التي لم يكن لها معين في هذه الحياه فزوجها قد مات وابنها الوحيد ايضا قد مات وتحنن مفيش واحد ممكن يتقدم الى نعش ويلمسه الا اذا كان في ذاته في ذاته قوه خارقه وسلطان على الموت مفيش مش ممكن تلاقي حد بيعمل كده تقدم تقدم هو تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون فخرجت الكلمه من فمه فقال ايها الشاب لك اقول قم لك ها المسيح يقول لك انا امرك لك اقول قم فجلس الميت وابتدا يتكلم فدفعوه الى امه حبايا احنا بنقف قدام المعجزات دي منبهرين والسؤال اللي دايما يسالوا ونساله ويسالوا وه... و... و... كثيرون واللي سالوا تلاميذ المسيح عندما راوا هذه الايات والعجائب من هو هذا مين هو ده وحياتك على الأرض وأبديتك كلها متوقفة على الإجابة الأمينة على هذا السؤال من هو هذا؟ مين ده؟ مين ده اللي, اللي بيتقدم بسلطان نفسه ويلمس النعش ويأمر بكلمة الميت فيقوم ويرد إلى أمه منروح إلى إقامة العازر نجد أيضا العاذر هلم خارجا فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات مربوطات بأقمطه ووجهه ملفوف بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب. العاذر هلم ايه؟ خارجا. عجبني احد المفسرين لما بيتكلم عن المعجزه دي وقال هو ليه المسيح ما قالش هلم خارجا؟ يعني مجرد كده كلمة ولا لك أقول لكنه قال العازر العازر لك أقول لها لما خارجا في, في ابنة ييروس كانت في البيت فهي الوحيدة اللي كانت ميتة في ذلك الوقت ابن أرملة نين كانوا شايلينه وراحين بيه على المدافن فكان الميت الوحيد في ذلك الـ الـ الوسط هو هو بنعشه هو ابن ارملتين، لكن العازر كان يعني عشرات القبور حواليه، هو موجود في القبر وعشرات منطقه مليانه بالقبور، يعني زي ما عندنا وفي الشرق الاوسط انه مدافن مدافن كتير، فبيقول المفسر الرب يسوع اراد ان يقول لعازر لانه لو لم يقل لعازر لخرج كل الاموات من قبورهم في ذلك الوقت. العاذر هلم خارجا. اجي نقطة مهمه قوي وحابب اختم بيها فعلا كلامنا النهارده عن معجزات المسيح. في ثلاث انواع من صناع المعجزات. يعني اللي مسميهم وركر ميركلز يعني اللي بيصنعوا معجزات ثلاث أنواع والعالم ورنر كال هو ألماني أستاذ العهد الجديد صنف صناع المعجزات إلى ثلاث أنواع فقال لنا أول نوع سماه حامل القوة الإلهية الخارقة للطبيعة هو في ذاته حامل He's a barrier of numerous power هو هو حامل في ذاته هو هو في ذاته هذه القوة هي 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 بتاعته مش حد اداها له هي بتاعته هو في ذاته يحملها كويس حامل القوة الإلهية الخارقة للطبيعة الشخص الثاني سماه بيتيشنر او طالب شخص بيطلب Numerous باور بيطلب او يلتمس القوه الالهيه كويس يبقى في شخص بيحمل وفي شخص بيطلب القوه الالهيه والشخص الثالث الميدياتور اوف Numerous باور الميدياتور هو وسيط الوسيط اللي بياخد من شخص ويوصل لشخص وسيط القوه الالهيه الثلاث انواع دول مم؟ حلو قوي في دراستنا يعني آآ آآ نبص عليهم من خلال حياه المسيح حامل القوه الالهيه في ذاته طالب او ملتمس القوه الالهيه او وسيط القوه الالهيه يعني ايه الكلام ده كويس كلام ده ون... لما نيجي لكل الانبياء كل الانبياء ها آآ آآ كانوا النوع سوري الثاني والثالث مش الاول النوع الثاني دي غلطه هنا بس النوع الثاني والنوع الثالث طالبين ووسطاء يعني لو رحنا للدين الانبياء كلهم يا اما انهم كانوا طالبين وملتمسين للقوة الخارقة للطبيعة أو أنهم كانوا وسطاء ربنا استخدمهم كوسطاء للقوة الخارقة للطبيعة فقط شخص المسيح أو شخص الله في العهد القديم فقط شخص الله في العهد القديم هو حامل في ذاته القوة الخارقة للطبيعة كويس اللي هو النوع الأولاني واحد من علماء العهد الجديد اسمه إريك إيف عمل رسالة دكتوراه عن معجزات المسيح ورسالة الدكتوراه بتاعته بعنوان آه الـ الـ القرينة اليهودية لمعجزات المسيح The Jewish Context for Jesus Miracles القرينة اليهودية لمعجزات المسيح واكتشف من خلال دراسته أنه يهوى هو فقط أو يهوى يعني إله الله في العهد القديم هو فقط الشخص الحامل في ذاته الحامل في ذاته القوة الخارقة للطبيعة يهوى موسى وأليشع وإيليا و... و... و وكل هؤلاء كانوا يا أما طالبين للقوة الإلهية أو كانوا وسطاء للقوة الإلهية، لكن لم يكنوا حاملين في ذاتهم القوة الإلهية لأنه دي فقط في شخص الله في العهد القديم. فموسى وإيليا وأليشع كانوا طالبين وكانوا وسطاء للقوة الخارقة. أما يسوع بقى لما نيجي ليسوع فمعجزاته تؤكد على انه حامل في ذاته القوة الالهية الخارقة للطبيعة، المسيح حامل في ذاته هذه القوة الالهية الخارقة للطبيعة، المسيح كان بكلمة يشفي، المسيح كان بكلمة يقيم، المسيح كان بكلمة ينتهر البحر والريح، المسيح كان بكلمة في كل معاملاته في كل معجزاته التي صنعها في غفرانه للخطايا في شفائه للمرضى في إقامته للموتى في تهدئته للبحر والموج في إشباعه للجموع في كل المعجزات التي صنعها يسوع المسيح له كل المجد كانت هذه المعجزات بقوته هو الشخصية لأنه هو حامل هذه القوة في ذاته هو عنده سلطان في ذاته هو the barrier of numerous power الحامل هذه القوة في ذاته هي جزء منه جزء من طبيعته جزء من شخصيته أنه يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر هو ده شخصه ما يؤكد ذلك هو ان كل معجزات يسوع المسيح لم نجد فيها يسوع المسيح يصلي ويطلب من الله الاب يعني لما جه مثلا عند قبل ما يلمس النعش وابن ارمله ما جاش ووقف قدام النعش وصلى وقال له ايها الاب انا بطلب منك ان انت تلمس هذا الصبي وان انت تقيمه زي ما فعل قبل كده اليشع واليه الى اخره حتى لما جه عند قبر العازر لما رفع عينه الى سماء كان من اجل هؤلاء الذين لكي يؤمنوا يعني ما كانش هو بيطلب من الله ان يقيم العذر ده كان بيطلب من ال... 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 الواقفين حوالين القبر انهم يؤمنوا من خلال هذه المعجزة انه هو الكلمة المتجسد لما وقف انتهر الريح وقف انتهرها بقوته عشان كده بنقول لا... لا تجد في معجزات المسيح طلب أو صلى من الآب إنه يتمم المعجزة، فقط كان يشكر ويبارك لكنه لم يطلب. لكنه لم يطلب. كان يشفي بكلمته وبلمسة يده وبسلطانه كان يقيم. كويس وده بياكد لينا الكلام اللي قاله. الكلام اللي قاله إنه إنه هو والآب واحد. الكلام اللي قاله إنه إنه من رآني فقد رأى الآب. الكلام اللي قاله إنه هو كائن قبل إبراهيم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. الكلام اللي قاله عن نفسه إنه هو أنا أعمل والآب يعمل أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. كل هذا بيأكد نقل يسوع على تلاميذه أن هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. أما هو اما هو لما الطفل الشاب دون كان الابن دون كان عليه ارواح شريره والتلاميذ حاولوا يطلعوا الارواح الشريره فشلوا قال لهم هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم اما هو فبكلمه قالها فشفى شفى هذا الابن عزيز المشاهد ان معجزات المسيح اكدت لنا من هو يسوع المسيح انه هو الكلمه الذي صار جسدا الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم